هاي تعتبر بريتني سبيرز الفنانة الأنثى الأكثر مبيعاً بال2000. بدأت شهرتها بكانون الثاني 1999 مع إطلاق أغنية بيبي ون مور تايم إذا بتتذكروها، يلي حققت نجاح كبير. تأثرت بريتني بمادونا، جانيت جاكسون وويتني هيوستن، وهي من أشد المعجبين بالفنان برونو مارس. قبل زواجه من كيت ميدلتون تبادل الأمير ويليام الرسائل الإلكترونية مع بريتني لفترة، ولكن هالرسائل ما ودوا لمحل من بعد ما كان المفترض أنه يلتقوا وما زبطت. سنة 2004 تزوجت بريتني صديقة من أيام الطفولة جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة، ومن بعدها تزوجت الرائس كيفن فيدرلاين وأنجبت منه ولدين قبل ما ينفصلوا بال2007. مين قال أنه بريتني حاصلة على 6 MTV ميوزيك فيديو أوردز، 9 بيلبورد ميوزيك أوردز وجائزة غرامي واحدة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.